المعلومات اللي عايز اوصلها موجوده في مكتب ضابط في الوسادة. يبقى تنسى المعلومات اللي عايز توصلها وترجع مصر. ما اقدرش ارجع مصر من غير المعلومات دي. وانا مستحيل اطلب من اي واحد يجيب ورقه من الوسادة بالرغم من كل علاقاتي. انا مش عايز حد يجيب لي حاجه. انا عايز اخش مبدا المسابقه بنفسي. انت بتهزر يا فندم. دي مساله امن قومي، ولو ما قدرناش نوصل المعلومات دي في اسرع وقت هيبقى في خطوره على مصر. امال انا بقالي اكتر من 20 سنه هنا بعمل ايه؟ المهم انك تعرف تنسحب امتى عشان الخساره ما تبقاش كبيره. يا فندم انا ما اقدرش انكر خبره سيادتك، بس المجازفه هنا مطلوب، ولو في احتمال 1% ان انا اكون صح يبقى لازم ادخل مبنى المشاهده اجيب المعلومات دي بنفسي. انت بتحب المسرح؟ مش فاهم. بيلين ممثل عظيم، بس عندنا في مصر اعظم منه. روح له المسرح وهو اللي هيساعدك.